بسم الله الرحمن الرحيم. لا تلوموه دعوه فقد علم الذي لم تعلموه، رأى علم الهدى فمشى إليه وطالب مطلبا لم تطلبوه دعوه. رسالة يا أخوان من أختكم غادة، ذكرتها واذكرها لا لشيء، لكن والله يا إخوان إن غادة ثبتت رجال ما ثبتوا على الدين، وغادة بإذن الله هدت قلوب ما كانت تعرف رب العالمين، وغادة أنزلت دموع من قلوب أهل الإيمان لما تخيل كل واحد منهم أنه غادة. نعم كانت يوم من الأيام ظالمة، نعم كانت يوم من الأيام ما تصلي، كانت يوم من الأيام تغني تقول كان من أمنياتي قبل الاستقامة إني أكون مغنية في ستار أكاديمي أجاركم الله، لكن تقول يوم جات الهداية رحمني الله عز وجل، تركت الشهوات، تركت الموضات، تركت الأغاني، تركت الشباب، تركت الجوالات والأفلام المحرمة عبر الجوالات، تقول والله يا شيخ بعد التوبة ما لبست ثوب فساد أبد، بعد الهداية ما لبست ثوب الفساد أبد. تقول أنا ما طلبت منك يا شيخ تروي قصتي إلا للعبرة مو للتفاخر، مأساتي مأساة تمر بها كل فتاة صالحة، إما من زوجها وإما من أبوها وإما من أخوها وإما من سائر الناس. تقول ربي وحده يعلم الذي كيف كان يتفطر قلبي وأنا أروي قصتي لك. هديت من روعه وقلت لها يا غادة أنت استقمت لأجل من؟ قالت لله ما أشك. قلت أنت طلبت هداية بسبب من؟ قالت بسبب الله عز وجل وما أريد. قلت كنت ستكوني مغنية، ما الذي منعك؟ قالت خوف الله عز وجل. ألست كنت يوم من الأيام مع الشباب؟ قالت بلى كنت مع الشباب وأسهر معهم وأرقص معهم، لكن لما تذكرت أن الله عز وجل قادر علي تبت، ولما تذكرت أن الله عز وجل سيأتي برغم أنفي عدت. وأنا والله يا شيخ، هي تقول وأنا والله يا شيخ يوم تركت كل شيء تركته من أجل الله عز وجل ما أريد جزاء ولا شكور، أريد منك أنك تدعو لي والناس يدعو لي أن الله يثبتني على الإيمان. أنا أبتلى في ديني يا شيخ، أنا أبتلى في ديني يا شيخ، وهذا حال التائبين المغنين والمغنيات والممثلين وأصحاب الزنا وأصحاب الخمور، والله إنهم يؤذون، لكن أقول فصبر جميل، صبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. تقول تتصور يا شيخ أني أوذى من أجل الله عز وجل وأهان؟ من أجل وشو؟ قلت من أجل وشو يا غادة؟ قالت من أجل الخرقة السوداء اللي حطها على وجهي وأستر محاسن جسمي. قلت لها يا غادة أنت تؤذين في دين الله من أجل الحجاب؟ قالت والله يا شيخ ويا ليت اللي يؤذيني غريبا من الناس، اللي يؤذيني أبوي يا شيخ، لو كان غير أبوي كانت تهون. تقول سامحني أنا ما قلت كذا لأجل أجرحك، ولكن هذه الحقيقة، وأنا أعرف أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال يأتي زمان القابض على دينك القابض على الجمر، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين ولا تحرمنا أجرهم يا ذا الجلال والإكرام. تقول غادة اسمع يا صاحب القلب الحي، تقول يوم من الأيام دخلت على أبوي وأمي وهم جالسين فقال أنتي، فالتفت قلت سمي أبوي، قال لا تقولين أبوي، يا أبوي ليه؟ قال لأنك متكمكمة سواد بسواد، أنا ما أبغى هذا السواد. قالت يا أبوي أنا فعلت هذا من أجل الله وطاعة لرسول الله، ودي أكون مع عائشة وحفصة، ودي أكون مع أمهات المؤمنين. قال بلا أمهات المؤمنين بلا خرابيط، إحنا اليوم في عصر الحضارة يا غادة. قالت والله يا أبوي لو تقطعني وتؤذيني والله ما أترك حجابي، لأني ما تركته إلا لله وما سترت جسمي إلا من أجل الله عز وجل. تقول ما تركني، قام علي من عند أمي ثم بصق في وجهي وضربني على وجهي وقال الحجاب هذا ما عاد بيشوفه مرة ثانية. تقول صبرت وتحملت من أجل الله عز وجل. فاسمع يا رجل، اسمع يا صاحب اللحية، واسمع يا صاحب القرآن، واسمع يا إمام، واسمع يا داعية، واسمع يا امرأة، واسمع يا من تبتي لله، واسمع كلكم اسمعوا، لا تسبقكم غادة إلى الجنة وأنتم تنظرون،
غادة أوذيت من أجل الله وصبرت، أنت وش سويت؟ غادة ضربت وهي امرأة، وأنت وش سويت؟ غادة ينزع أبوها حجابها نزع أمام أبناء عمامها إيذاء لها، وتصبر ليه؟ من أجل الجنة. تقول مرت الأحداث وأنا صابرة. يوم من الأيام كنت أصلي في غرفتي، فدخل علي أبوي يسبني وعيرني وقال يا مجنونة يا مهبولة، البنات كلهم يمشون بيتزوجون وأنت عانس. تقول يجرحني واصبر، ويؤذيني واصبر، ويتكلم علي واصبر، ويسب حبيبي صلى الله عليه وسلم بين يدي واصبر، ويقول لو كان محمد صلى الله عليه وسلم حي اليوم ما قال لك تحجبي. قالت إذن محمد صلى الله عليه وسلم وهو بنبي، قال أنا مسلم لكن ما ودي بالتشدد اللي انت تسوينه. تقول صبرت، ثم دخل علي يوم ثاني وقال يا كيس الزبالة اطلعي، يا كيس الزبالة تعالي، يا كيس الزبالة اجلسي. تقول وأنا صابرة. تقول إلى متى؟ إلى متى وأنا على هذا الحال؟ ما أعرف إلا الله عز وجل. اشتكيت لك يا شيخ حتى توصل صوتي للناس ويعرفون أن في بنات مظلومات. دخل علي المرة الأخيرة وقال غادة والنهاية، إلى متى تصلي؟ إلى متى وأنت في صلاة وعبادة؟ أنت ما تملين؟ تقول وسكت وصبرت وتركت الأمر. لي ساعة من الليل أقوم فيها لله عز وجل، وبديت أصلي وأبوح لربي عز وجل بما في خاطري. تقول ما صعيت ولا وعيت إلا الباب يفتح بكل قوة، وأنا واقفة أصلي لله عز وجل، ويأخذني مع مؤخرة راسي مع شعري ويضرب بالجدار وأسقط وأدمى. ثم أقول له يا أبوي كل هذا من أجل الله عز وجل، من أجل دين الله؟ قال بلا تشدد، ثم يتفل على وجهي. تقول جيت وحبيته على رأسه وقلت له يا أبوي سامحني. قال أنت ما راح تتأدبين. تقول فرديت عليه وقلت له ليه يبا، أنا بنتك، لجل أني استقمت من أجل الله عز وجل هذا مردي؟ تقول فقلت له يا أبوي اسمع الله ماذا يقول، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. تقول ما كنت أتصور وحشية أبوي، ولكن ما أقول إلا يا رب العون من عندك. كم تمنيت أشوف أبوي يصلي مع الناس، كم تمنيت أشوف أبوي ساجد لله، كم تمنيت أشوف أبوي مطلق اللهيته، كم تمنيت أشوف أبوي إذا نادى منادي الفجر يصلي، كم تمنيت أشوف أبوي ينزل الدش ويكسره قدامي. توبة لله عز وجل. كم ناجيت ربي واشتكيت. وبعد يومين بالتحديد تقول كان أمر الله مفعولا، طلعت بعد صلاة الفجر وشفت أبوي طايح عند الدرج الأسفل. أكلمه أقول له يبا يبا، فيقول يا غادة سامحيني سامحيني يا غادة، تراي آذيتك. تقول حركته ما يتحرك، أيقنت أن أبوي انشلشل الرباعي، وكان الله عز وجل هو المنقذ لي. تقول بكيت لأني ما أبيض الربوي، حضنته لصدري وقلت يا يبا أنت اللي سامحني. فقال يا غادة حاربتك من أجل دينك وانتقم الله عز وجل مني فسامحني. نعم هذا الثبات يا أخوان، ثبات حتى الممات. لما يثبت الإنسان من أجل الله عز وجل ولئن صبرت لا تلوموا دعوه، فقد علم الذي لم تعلموه، رأى علم الهدى فمشى إليه، وطالب مطلبا لم تطلبوه دعوه لا تلوموه دعوه، فقد علم الذي لم تعلموه. قدمت لكم هذه المادة من فريق جوال الخير، ولمزيد من التواصل يمكنكم زيارة موقعنا على الشبكة العنكبوتية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.